يا ريت المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يطبع كتاب اسمه رأي الدين في إخوان الشيطان. رأي الدين في إخوان الشيطان. مين إخوان الشيطان دول؟ اللي هم دول مين؟ رأي الدين الشيخ حسن مأمون، يا سلام. الشيخ هريدي، المشايخ اللي فاهمين اللي عارفين هو ده إيه. دي بهدلة، ده مش دين، ده عبارة عن قص ولزق، ده مش دين، ده عبارة عن تكفير. يا أخي ده المسلم اسمه المسلم الصعب. وكنا نسأل مشايخنا، احنا الفقهاء مسمينه المسلم الصعب ليه؟ لأنه صعب الأخلاق كده يعني؟ قال لا، صعب انك تكفره، صعب انك تخرجه من الملة.